مرحبا أصدقائنا الغالين على قلوبنا دائما. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. الفيديو اليوم ما دخلوا بالشعر، الفيديو اليوم له علاقة بالفضوات اللي موجودة بالدقن، باللحية بالعربي الفصيح. نحن عملنا لكم هذا الفيديو، هو عبارة عن خداعة المشاهد اللي مقابلك لمدة ساعات أو لمدة يوم أو يومين. إذا أنت عندك مناسبة أو حفلة أو شيء، تقدر أنت تصنع هذا المشهد لحتى تطلع هيك يعني خواجة وبالفيديوهات وبالصور، وبعدين بس تتحمم كل شيء يروح ويرجع مثل ما هو. فأنت وحظك، يا بتروح بعد ساعات يا بتضل يوم يومين حسب البشرة اللي عندك. لا تنسوا تشتركوا، هذا هو زر المتابعة، بوس عليه لحتى تشوف الفيديوهات السابقة والفيديوهات اللي جاي، أكيد رح تكون كتير مهمة وحلوة. تابعونا للأخير بهذا الشرح، وإن شاء الله بيعجبكم هذا الشرح، ولا تنسوا تدعمونا بلايك أو بشير.